السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ عساكم طيبين، معكم صالح وبنس. رجعت لكم بالحلقة الخامسة من سلسلة الرجل الانتحاري أو سوسايد جاي. اللي ما يعرف اللعبة هذه نزلنا عنها أربع حلقات قبل، شوفها هنا، يضغط علامة التعجب تطلع لك الأربعة كاملة، وإذا ما شفتها أنصحك تشوفها عشان تقدر تكمل معنا وين وصلنا حاليا. طيب يا جماعة الخير، آخر مرة وصلنا المكان هذا السيرك، فما أدري وش بنسوي بالضبط في السيرك. تخيلوا معي سيرك، وش يصير؟ في أسد ياكلنا مثلا. في ناس يقولون ندخل الأوبشنز بعدين طفي الأوديو، توقع ما في اوديو، تقدر تفقش علينا انت يا حبيب، مو مشكله، ما علينا ما علينا. طيب هنا يقول لك يور بوينت، نقاطي صفر، وهذا اذا ار بي جي، وهنا رشاش. كيف اخذ ار بي جي؟ طيب هذا ايش يقول لك هنا؟ اذا اتوقع نطيت يصير شيء. تيكت، كيف اخذ تيكت يا الحبيب؟ اي. طيب بعدين احط التيكت اتوقع هنا. ابي العب، اجيب 10000، توني حطيت واحده. يعني العب بعدين اجمع تيكتس، بسيطة. بس لا نبي اقعد كذا. طيب الى متى؟ لا نبي تيكتس اكثر، ما ينفع كذا يا الحبيب. طيب في العاب هناك، خلنا نشوف الالعاب هذه. هذا تبقيس، كيف ابقيس يا الاهبل؟ كفو عليه، كفو عليه التبقيس. طيب ما يصير شيء هنا ممكن. هذه شكلها خربانة ما تشتغل، اسحب عليها. خلنا نشوف المنطقة اللي ورا، ممكن نلقى تروفي حتى هنا. لا مو بتروفي، والله فرحت احسب الا والله تروفي هناك، انا احسب ذا تروفي، طلع هذا تروفي. حلوين حلوين، شيل التروفي يا حبيبي. حلوين. الحين الخطه وش؟ ان نجمع تيكتس. ليش نجمع تيكتس؟ عشان نقدر نشتري ار بي جي ونذبح انفسنا فيها. بس كيف نجمع تيكتس؟ والله ما ادري. هذا يعطيك تيكت واحده في كل مره توصل هذاك فوق، وشي قليل صراحه ما ينفع. نقدر ندخل هنا. ليش فاتحين؟ طيب ما اقدر ادخل فاتحين ليش؟ هذا جيم ستيشن، خلينا نشوف الجيم ستيشن، يمكن عندهم العاب تطلع تيكتس اكثر. اضغط كرول، ما برضو اذا اضغط كرول ما يصير شيء. اجي ورا مثلا. طيب اقدر اهكر ذي، اخذ افتح يا طيب. في نبيطه هنا ما ادري ايش يسمونها، ما اقدر اكسر هذا. حلوين، انا حاليا قاعد استكشف. الخيمه هذه ما رحنا، خلينا نشوف الخيمه. اقدر ارمي كور يا ليل خياس. لا كيف ارميها؟ كيف ارميها؟ كذا اقعد ضاغط عليه يا الاحول. يا اخي ما رميت انا، ارمي يا، ما جبنا شيء والله فضي. لا ما نبي نرمي ذا. جبنا بطه والله. والله الصدف. خلاص وقف، خلاص ما بيلعب. نرمي كفر. طيب ما اقدر ارمي كفر، شوف ورا ما اقدر. هذه مرايه، وطيح لي التيكت واحده. قد اجمع تيكتس الى متى يا الحبيب؟ طيب في طريق هنا، ليش قبل شيء يقول لي مقفل؟ يعني كل مره يطلع لي تيكت واحده. والله انا صراحه ما ادري ايش اقول، لكن تونا 2 بوينتس. طيب 5 بوينتس. لا لا عرفت 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 عرفت، اجيب النبيطه اللي بخمسة بوينتس، بعد ما اجيبها اجمع بالنبيطه هذيك اذبح البط ويعطيني تيكتس اكثر، بعدين افتح اللي ب 100 هذا الرشاش، بعدين افتح الار بي جي. يعني ما يذبحنا الا ار بي جي صح؟ اوكي عندنا اربعه، باقي واحده، اخر واحده. هلا بالعيال، هلا بالعيال، كفو الله عليه الله عليه. طيب ما اقدر ارمي مثلا كذا، بس اسحب عليه يا ابوي. خلنا نشوف البط، شوف البط يا حبيبي، اضغط الزر. اوكي جيب البط، نزل لي البط هنا. ابلع اقول، ابلع 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 يا الاحول. يا حبيبي يا حبيبي على التقنيص، الله على التقنيص. باقي بط، جيب لي بطه. طيب خلنا نجيب لي تحت، كم عندنا؟ عندنا 6، سكورنا 6. ما ادري هل يعطينا 6 تيكتس مثلا او يعطينا 60 تيكتس. جيب جيب البط، لا توقف رمي، لا توقف. اوكي قاعد يجيب ما شاء الله، سكورنا 12 الحين. لا تقول لي نقعد كذا طول الوقت، والله يعني صراحه بتصير ممله، وانا ما قاعد اجيب بط اصلا. ايش صار؟ كم اعطاني؟ 100. وخر انت، اعطاني 100. اعطاني 100 تيكتس، كفو عليك كفو عليك. يعني اقعد العب كذا. خلنا ناخذ الرشاش الحين. هلا بالرشاش، الله عليه، والله شكلها كذا اصلا اللعبه. جيب بط، جيب بط، ابلع ابلع انت يا ابلع، لا توقف لا توقف. خلينا نشوف كم نجيب الحين، اتوقع على طول بيجيب لنا الحق الار بي جي 10000. فكرتها حلوه تصدقون، فكرتها حلوه انك كذا تفتح حاجه بعدين تفتح حاجه بعدين تفتح حاجه اخيره اللي تذبح فيها نفسك. بس بعدين كيف اذبح نفسي بالار بي جي؟ ارميها في الارض مثلا؟ هي اتوقع اني ارميها في الارض. حلوين والله، قاعدين نجيب سكور عالي مره. كفو عليك الرشاش اللي ما يخلص، كفو عليك الازعاج، اصوات البط مزعجه. خلاص يا شباب، كم اعطانا؟ وخر انت وخر، كم ذي؟ 5000. حلوين، باقي لنا مره واحده وخلاص، باقي مره واحده معنا 5000. يلا باقي اخر محاوله، اذبح البط فقه وجيهم يا بوي. هلا بالعيال، جيب جيب جيب، هلا بالتذكر الخايس اللي ب 5000، هلا بالتذاكر. جيب عطنا ار بي جي لو سمحت. طيب اطلقها في الارض مثلا. يا حبيبي سهله سهله، ما كان فيها تعقيد ولا فيها الغاز، لكنها يبغالك تشغل مخك يعني. اعطونا تروفي تحت، كوليكت 10 سوسايد جاي ستاتو ستاتيو، ايش؟ تماثيل الزبده. طيب الحين بقر، ايش نسوي في البقر؟ نخليهم يذبحونا يعني؟ طيب بسيطه، وين البقر؟ جيب جيب لي بقر. السلام عليكم، ذبحنا يا الحبيب.
اوه نسحب بقر، نسحب البقر. طيب ده كالعاده كالعاده اوه هذه وشي، اوه اكيد ارمي البقره في الثلاجه مثلا. تعال تعال لو سمحت، تعال خلنا ممكن انا ما ادري صراحه قاعد الف. حط البقر هنا، مو بقر، بقره اسمها يعني واحده، ليش بقر؟ بعدين اضغط هذا، لا لا اضغط، كيف اضغط؟ انا اروح مثلا هناك، اه عرفت حاجه، اظن اجيب هذه بعدين اخلي الثلاجه تطيح فوق البقره هذه، بعدين البقره وين تروح؟ تروح عند الزر هذاك مثلا؟ والله ما ادري، خلنا نطفي المزعج ذا، وين الراديو المزعج؟ يا اخي انكتم. طيب بس كيف نطلع هنا؟ يبغانا نطلع هنا، هل البقر مثلا يساعدنا انه اوه في صندوق فوق؟ طيب وش الشيء اللي يذبحنا اصلا؟ اه اللي يذبحنا ان الثلاجه تطيح فوقنا صح؟ اتوقع، هذاك الزر اكيد انه حق الثلاجه، تعال يا الحبيب، اقدر اطلع انا مثلا فوق البقره؟ ما اقدر. اوه والله ما ادري كيف طلعت هنا، قاعد اطلع بالريوس حتى. طيب خذنا التمثال اللي هنا كذا تطلع اتوقع، ايه كذا تطلع. طيب بعدين هنا ايش؟ ناخذ هذاك مثلا نطلع فوقه صح؟ طيب في باب هنا، اصبر خلنا نشوف الباب وين يودي. افتح يا سمسم، ما يفتح. طيب اكتشفت ان هذه ما اقدر اوديها قدام ولا ورا، ما اقدر اجيبها هنا عندي، بس اوديها كذا يعني هنا يسار ويمين بس. هو البقر طاح، يا بقره بقره طاحت هنا هنا يا الحبيب. طيب البقره هذه ما اقدر اطلع فوقها ولا والله اقدر، الا والله اقدر يعني اقدر اطلع هناك. تعال تعال ايش البقره المضحكه ذي، خليك هنا. اوكي نقدر نطلع، لا 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 تدفها يا اهبل. اوكي طلعنا هنا بعدين نطلع هنا، حلوين حلوين. طيب نضغط الزر بعدين، بعدين ايش يصير؟ دقيقه خلنا نشوف، خلنا نضغط الزر نجرب ايش يصير اولا. طيب كنا عارفين ان الثلاجه تطيح، طيب معروف. طيب نقدر ننط هنا، يا رب نقدر. حلوين حلوين قدرنا ننط. اوكي نجيب الصندوق هذا، عرفت حاجه عرفت حاجه عرفت حاجه. طيح الصندوق، لا ما ابغى اطيح انا. طيب بروح هناك الجهه الثانيه، في سلم هناك فوق ما ادري وين يودي. طيب اوكي الحين اتوقع اني اجيب الصندوق هذا واطلع فوق هناك، عرفتوا؟ بعدين شو الصندوق كذا يتشقلب، بعدين اجيب البقره واحطها في هذا الجمبر. فاجي تعال انت يا اخي، المفروض البقره يخلونها تمشي على الاقل شوي. طيب جيب البقره هنا، بعدين تسحب هذه هنا تحطها تحت الثلاجه كذا بالضبط تحت الثلاجه صح؟ لا يبغى لها شوي. حلوين اتوقع انها تمام. طيب تاخذ الصندوق هذا وتجيبه هنا وتطلع فوقه، بسيطه بسيطه. بعدين تروح تضغط الزر، وش يصير بعدين؟ ما ادري ليش ابغى اطير البقره انا بالضبط، ما ادري ليش. السلم اللي هناك باقي ما جربناه الحين، بس خلنا نشوف الحين وش يصير. هلا بالعيال، اوه طير البقره فوق السطح، ما ادري فوق الحظيره هذه. طيب بعدين وش يصير؟ يصير هنا في نور اللي ما شفناه، وش يسوي؟ المجهر، احرق الدنيا بالمجهر. لا لا ما نبغى نحرق الثلاجة، احرق العشب، وين العشب؟ طيب ما ادري ايش يصير، بس قطعنا الحبل، بس في زر هنا خلنا نشوف ايش يسوي. يصير اختصار يعني انا وبعدين. طيب اوه دقيقة دقيقة، يمكن الثلاجة داخلها شيء. لحظة لحظة، الثلاجة داخلها حاجة صح؟ انا اشوف ممكن، ما اتوقع انه فكينا الحبل كذا على الفاضي. اوه فتحنا العاب نارية، اوه اتوقع اني اشغل العاب النارية بالهذا، بس اني ما اقدر اخذها. كيف اخذ الالعاب النارية؟ ليش انا ناشب كذا؟ الحين اروح اجيب المجر واحطه على الالعاب النارية، بعدين نفرقع ام المكان. حلوين حلوين، سهلة بسيطة جدا. هلا بالعيال، ابي اموت. اوه حرايق حرايق، يقلع من الفلة، سلام. فك فك، هلا بالعيال، احرقني. هلا بالعيال، خلصنا، بسيطة بسيطة مرة. هنشوف اللي بعده، اللي بعده يا جماعة الخير ساعة. في برجر هنا. بالعافية، خلينا نشوف الساعة وش تسوي. اوهو بداية الديناصورات. طيب خلينا نشوف قبل ما ننزل تحت، خلينا نشوف المكان اللي احنا فيه هنا وش السالفة. ممكن نلقى تروفي برضه، بس ما ادري، ما اتوقع ان في اي تروفي هنا. طيب الديناصور واضح يروح ياكلني. طيب بعدين خلاص انتهينا. هنا في شيء؟ ما في شيء هنا. انا احب استكشف في البداية، عارف اني اجيب العيد وكذا، بس استكشف. فوق ما عاد في شيء، في منطقة هناك بس خلينا نشوف ايش فيها. اوه شوف التروفي هنا، قايل لكم قايل لكم. طيب كيف نطلع؟ كذا اتوقع. هات التروفي حقي يا ابوي، هات التروفي، تروفي على شكلي مخبينه ليش. طيب اروح اصفق الديناصور وياكلني، بسيطه. في غساله هنا. وش ذا السروال يا ابوي؟ السروال ذا المستطيل، مو مستطيل كذا نحيف. طيب الغساله اتوقع اجيبها عند هذا واشغلها جنبه عشان ينزعج ويقوم صح؟ السلام عليكم. اوه يطلع من خشم دخان يا الحبيب. شوف قاعد ازعجك، شوف قاعد ازعجك. اي قام قام صح، ازعجك بعد مره ثانيه، قوم يا ورع يا ورع. قاعد ابقس ترى بس ما يصير شيء. طيب اتوقع الموضوع مو بكذا، عظم ما اقدر اسوي شيء بالعظم. ممكن اطلع فوق يا طيب، توصيله ممكن.
وش هالاذن؟ سلامات، في حراشه، مو حراشه، في زعنفه ما ادري يسمونها ذيك. في صندوق هنا، فاتوقع اني احتاج اطلع الجهه هذيك. بعدين ما ادري وين اروح، خلنا نطلع الجهه هذيك ونشوف. خلاص، شو الصندوق اللي يتقلب كذا، بعدين اطلع اطلع هنا. حلوين، اوه كان قام. لا لا مو بصوت، هذا صوتي انا. بعدين تجي المنطقه ذي، بعدين نط. بعدين وين اروح؟ اوه في ساعه، شغل منبه صح. خلنا نشوف، خلنا نشوف منبه ونشغل التنين هذا. قوم يا ولد، وشغل الغساله. قوم يا الحبيب، دوام يا طيب، دوام يا متخلف. ما ودي يقوم، فاتوقع ان في شيء ثالث بعد عشان نزعجه زياده. خلنا نشوف البيت حقه، ممكن نلقى لنا شيء هنا نزعجه فيه. شذيل ذا، ما ادري، جناح، جناحك داخل. اوه اوكي حبيبي، اكتمل الازعاج. فالحين لازم نشغل، وش صار؟ شين نشبت الحين؟ لازم نشغل الاشياء الثلاثه هذه عشان يصحى مره واحده. هذا مو لغز يا اخي، احس شيء تافه. طيب عشان نبغى نشغلها مع بعض، اولا نحط هذا هنا، ونجيب المنبه ونحطه هنا. اولا الغساله، لا بعدين الساعة، بعدين هذا. اوه قام، سلام، دوام يا ورع. والله باقي ما ودي يقوم يا اخي. لا تمسك ذي، شغل ذي. قوم قوم يا اخي، قوم قوم يا ابني. طيب في حمام هنا، اتوقع نروح نسحب عند السيفون. وش المغزى؟ طيب حاطين لي حمام هنا. بعدين كيف توصل للموية اصلا؟ طيب الحمام هذا ما اقدر اسحب ولا اسوي شيء، بس اشغل السيفون. بعدين طيب في صندوق انا ما ادري وين يودي، بس ممكن نروح الجهة اللي على اليمين هنا اتوقع. بس ما ادري في شيء على اليمين، ما في شيء. اوه لو اني اخذت الراديو اللي هناك، هل الراديو له دخل برضو للطرب يعني؟ طيب لحظة برجع اخذ الراديو، ممكن نقدر نشغل الراديو ونزعج شوي اغاني وكذا ويقوم للدوام. لانه تاخر يا طيب، والله تاخر صراحة. طيب هذا الراديو، ايوه دق الساعة، دق الساعة. ايوه الله عليه، السلام عليكم، صباح الخير. لا دوام دوام، مسوي خايف منك، انا باك تذبحني اصلا. حلو، بسيطة بسيطة. هو هذه من الألعاب اللي فكرتها انك تبحث عن شيء، مو انك تحل شيء. فأنا أبدع في البحث ولا أبدع في الحل، لأن صراحة مخ ما فيه. المهم يا شباب، هذه اللي كانت اليوم، أتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا اللايك وتشتركوا في القناة. السلام عليكم.